السلطة تعرف كل ذلك، وتعرف أن المشكلة أساساً في كل ذلك، وأنه لا يمكن لبلد أي بلد أن يخرج من صراعاته وخلافاته وتمزقاته ومآسيه وهذه الأسباب قائمة. ولكن السلطة مع ذلك تطرح شعار الحل، وتطرح أنها جادة في طلبه ومخلصة في ذلك، وأنها في بحث دائم عنه، وكأنها لا تهتديه، أو أن الشعب يقف حجر عثرة في طريقه، بينما كل أمر الحل بيدها ولا يملك الشعب منه شيئا. العزوف عن الحل وإفشال أي مقدمة من مقدماته كالحوار الذي تصر السلطة وتصر معها أطراف خارجية على أنه مقدمة يحتاجها الحل، لا يستقيم مع دين ولا عقل، أي هذا العزوف عن الحل، ولا حكمة ولا مصلحة وطن. الشعب لم يخلق المشكلة، ولم يوجد أسبابها، ولم يدخل في حراكه عابثة، ولم يطالب بما هو خارج حقوقه، ولم يطالب بما هو خارج حقوقه، ولم يجاري في كثير منه الثورات العربية في أعلى سقوفها، ولا في أساليب العنف الذي أخذت به في بعض تطبيقاتها، ولا يسعه أن يتراجع عن مطالب لا غنى له عنها، ولا يتوقع لنفسه أمنا ولا حياة كريمة بدونها. ماذا يملك الشعب من الحل؟ ماذا يملك الشعب من شيء يدخل في الحل؟ وماذا أخذ الشعب حتى يعطيه؟ وماذا سلب حتى يرجعه؟ ماذا أخذ الشعب من شيء حتى يعطيه؟ ماذا سلب الشعب من شيء حتى يرجعه؟ ماذا سيطر عليه الشعب من ثروة؟ ماذا استأثر به الشعب من سلطة؟ ماذا سن من قوانين جائرة؟ الحل، كل الحل بيد السلطة، وعلى السلطة أن تطالب نفسها بالسلمية، ولها أن تطالب الشعب بأن تكون اعتصاماته ومسيراته واحتجاجاته سلمية، والشعب ملتزم بذلك ويجب أن يلتزم بذلك، وكل قادته ورموزه لا يرضون له إلا ذلك. وللسلطة إذا أقدمت على الإصلاح الحقيقي أن تتوقع من الشعب أن يتجاوب معه، وأن يستغني عن مسيراته واعتصاماته. وواضح جدا أنه لا إصلاح، وسجين واحد من سجناء الحراك الشعبي باق في السجن. وواضح جدا أن ضمان التوقف لحراك المسيرات والاعتصامات الشعبية يحتاج إلى استفتاء شعبي على نتائج الحوار الإصلاحية لو كانت، وفوزها بموافقة الأغلبية من أبناء الشعب.